على جواد فحص مدرسة المهدي الشرقية. المشروع هو فكرة بسيطة عن نظام سهل كتير. هذا النظام بخلينا كل شيء بينعرض على التلفزيون نقدر نشوفه على الكمبيوتر ونقدر نسجله بشكل ديجيتال. يعني أول شيء هذا النظام نقدر نستفيد منه بكتير إشياء. النظام سهل بسيط ما بيكلف إلا 24 دولار. فينا نستفيد منه بشغلتين. أول شغلة شرايط الـ VHS، شرايط الفيديو القدام اللي صاروا كتير عم يشكلوا مشكلة حاليا بسبب إنه هن قابلين للتلف وهن حجمهم الكبير وعدم قدرة على نسخهم. فينا نحولهم لـ DVD بأرخص كلفة وبريزوليوشن عالية، وكمان فينا نستفيد منه بمراقبة التلفزيون لأنه كل شيء عم نعرضه على التلفزيون عم نقدر نشوفه على الكمبيوتر ونقدر نسجله.